دعوا الشرعية تعمل فإن الخروج على الشرعية في حرام حرام حرام. الدنيا سؤال because at least as a news guy not الخامسة مساء نهاية هذا الموجز ألقاكم في منتصف اليوم. في ناس كتير جدا بتقابلني بتسألني تقولي أنا عايز أبقى مذيع أو أنا عايز أبقى مذيعة، والحقيقة السؤال ده إجابته هو دايما في شكوى من مستوى التعليم في مصر. المستويات عامة بشكل عام بتكون متقاربة ما بين الجامعات الحكومية وبين الجامعات الخاصة مهما اختلفت درجاتها أو أماكنها. عايز تعمل في الميديا لازم تأهل نفسك أو لازم تأهل نفسك من خلال كورسات متخصصة في المجال اللي عايز تشتغل فيه، صحافة، إنتاج، إذاعة، تلفزيون، مواصفات المذيع، مواصفات الصحفي، الشكل العام، وكمان مجال التخصص. من هنا أهمية الكورس ده إنك تأهل نفسك عشان تبقى واحد من النجوم. المشاهد بيكون قاعد في البيت بيتفرج على البرنامج بيشوف الحوار، ما يعرفش ان ده وراه ساعات طويلة من الجهد، وراه فريق كبير من الصحفيين، وراه افكار وابداع وخبرة. ده اللي ممكن تشوفه في الدورة دي وتعرف ازاي يتعمل برنامج حواري. نركز على مسألة الفنون المختلفة والأدوات اللي لازم تبقى عند مذيع التوك شو. بالنسبة لأدواته إيه؟ بالنسبة لمهاراته المفروض تبقى شكلها إيه؟ بالنسبة للثقة في النفس اللي بتشكل المصداقية اللي كل الناس في الدنيا قاعدة مستنياها، لأن طبعاً الإعلام اللي له مصداقية إعلام جذاب، وإعلام جذاب يعني إعلام بيحظى بالمشاهدة، وهو دي سمة الإعلام العصري. وإن شاء الله هتكلم على كل العناصر دي معاكم النهاردة بإذن الله. أنا مش محاضر، أنا زميل عندي تجربة عايز أنقلها. أنا حظي كان وحش إنه ما حدش حضرني أو ما حدش نبهني أو ما حدش علمني، فلما بتجيلي فرصة إن أنا أستفيد من حد بعملها بشكل جيد. التعليق هياخد مني وقت طويل شوية في الموضوع ده، في أحيانا ظروف بتضطرك إن أنت تعلق، والتعليق مش لازم تعليق على مباراة، ممكن تعليق على حدث. بين المذيع والإعداد، العلاقة بين المذيع والمخرج ده أمر مهم جدا، إزاي التلاتة بيبقوا رابطة واحدة عشان في النهاية توصل المعلومة اللي انت عايزها للمشاهد. أنا هحاول أني مش أضيف، أنا هحاول بس أتشارك مع زمايلي المذيعين الجدد أو مذيعين المستقبل، إنه في بعض الناس يعني بيخلطوا ما بين مهنة المذيع وما بين مهنة المنظر السياسي والزعيم السياسي. ده اللي أنا يعني لاحظته في الفترة الأخيرة من خلال يعني متابعتي للشغل الإعلامي في مصر. دي الحتة اللي أنا عاوز أركز فيها. اللي عاوز أركز فيه كمان إنه مذيع الأخبار يكون ملم بالأحداث، مش بس الأحداث المحلية ولكن أيضا بالأحداث العالمية، الأحداث الدولية، لأنه أكيد هيصطدم أثناء إذاعته للنشرة بأي شيء دولي ولكن مرتبط بالواقع المحلي ومرتبط بالحدث المحلي. من بيروت بقلكن مرحبا، أنا لينا زهر الدين. في بعض الأساسيات
التي يجب أن يمتلكها الإعلامي، أهمها الحضور. وطبعا الحضور يعني يتطلب بدوره الكثير من الأمور، رح نتحدث عنها لاحقا بالتفصيل. اللغة العربية الجيدة، مخارج الحروف والنطق السليم، يجب أن نوصل الخبر للمشاهد بلغة واضحة.